كشف مصرف سوريا المركزي عن حالات عديدة ومتكررة ورد خلالها إليه عملات أجنبية مزورة، وطالب المركزي المواطنين عدم التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات غير المرخصة، وذلك حفاظا عليهم لا سيما في ظل تشديد العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماه باستجرار محصول البطاطا الربيعية من الفلاحين وتخزينها تمهيدياً لبيعه مباشرة للمستهلكين خلال الفترة المقبلة في صالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة. من جهة ثانية، أنهى فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء مطلع الشهر الحالي تسويق كامل كمية التفاح المسلمة من المزارعين للموسم 2021-2022، وبلغت كميات التفاح المستلمة والمسوقة نحو 1150 طناً. بلغت عائدات الرسوم التي حققتها مديرية المصالح العقارية بمحافظة اللاذقية منذ بداية العام ولغاية الشهر السادس نحو 715 مليون ليرة، كما تم الانتهاء من أتمتة كل العقارات التابعة لمدينة اللاذقية ليبلغ عدد العقارات المؤتمتة لغاية تاريخه 127400 عقار، وهي عملية مستمرة. سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشاً للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام 2020، إذ انكمش في الربع الأول من عام 2022 ب 1.6% مقابل توقعات بانكماشه ب 1.5%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمواً في الربع الرابع من العام 2021 ب 6.9%. حثت وكالة الطاقة الدولية أوروبا على الاستعداد لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول منتصف شهر شباط فبراير المقبل إذا توقفت إمدادات الغاز القادمة من روسيا، وفي حين تشير توقعات الاتحاد إلى احتمال وصول معدلات ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي إلى 90% بحلول أول تشرين الثاني نوفمبر المقبل، فإن قطع الإمدادات يمكن أن يخفض نسبة الملء إلى 75% بحلول تشرين الثاني نوفمبر المقبل.